مثل عادتها كل سنة مقاطعة الخليج العربي بترجع على القلب، ترجع معراب بمؤتمر سنوي بتنظم خلاله برنامج عمل السنة. طبيعة السنة هو الموضوع الملح، هو الأهم بحياتنا السياسية، هو موضوع الانتخابات. عم نقيم الأوضاع المكانات، كيف صار التسجيل، كيف واكبوا، عم نهنيهم على النشاط اللي انعمل، لأنه الإنجاز اللي عملوه الانتشار ككل الخليج وغير مقاطعات كان إنجاز بيشرف، بيرفع الرأس، وكان عند توقعاتنا. جولتنا على الخليج كانت نتائجها مذهلة من الناحية الانتخابية، لأنه لقينا تجاوب كتير وحس كبير بالمسؤولية عند كوادرنا. يلي عم بنشوفه اليوم هو مش بس نتيجة هالنجاح بعملية التسجيل وبالتجاوب السياسي، وإنما كان في شيء تنظيمي. كوادرنا بالخليج كان عندهم طلبات محددة لها علاقة بالتنشئة السياسية ولها علاقة بتقنيات القيادة وإدارة المجموعات. شباب وصبايا القوات منتشرين بالخليج، معبيين عنفوان وقضية، حاملين هم لبنان، كل حدا منهم عم يجرب من مطرحه ينحت ويرسم لبنان الحلم، لبنان ال 10452 كيلومتر مربع. هالمؤتمر صرنا بنعمله هلا 8 سنين، هيدي 8 سنة بنعمل المؤتمر من نظمه مقاطعة الخليج، طبعا احنا ما فينا نعمله بالخليج لأنه الأوضاع هناك السياسية ما بتسمح لنا، بقى بنعمل المؤتمر كل سنة بفترة عيد الميلاد لأنه الرفاق عادة بيكونوا موجودين بلبنان، وبنجتمع مع بعضنا وبنشوف شو عملنا بالسنة اللي قبل، الإنجازات اللي صارت، وبعدين بنحط الأهداف اللي بدنا إياها للسنة اللي جاي. وبالطبع هالسنة أنا موضوع الانتخابات النيابية هو الأهم الطاغي على كل المؤتمر، سو عم نشتغل عليه. هيدا اللقاء السنوي اللي بصير لمقاطعة الخليج، هيدا اللقاء بيجمع الشباب، بنعمل فيه ريفيو على كل شيء صار بال 2017 والتحضير لل 2018. انا بالنسبه لدبي عم بحكي وللامارات، بدي اطمن كل الرفاق الكويتيين، وهيدا تاكيد واضح نحن عنا اياه بممارسه نشاطهم الحزبي. نحن بالايفنت اللي عملناه هنيك لدكتور حبشه كان في اعلام القوات موجوده، كان في اغاني وطنيه محطوطه. بالنسبه لالهم هن، اذا نحن ما منمارس نشاطنا الحزبي، واذا بالنسبه لالهم هن نحن ما منكون أكتف قوتي، يعني نحن جماعة مش وطنية. نحن هذا المؤتمر الثامن، وكل سنة منجي منشارك ومنحكي عن نشاطاتنا اللي منعملها بالمملكة إجمالا. الوضع هلأ أننا نحن هونيك الوضع الأمن، يعني من الوضع المملكي اقتصاديا هذا شوي كتير كريتيكال يعني، وإن شاء الله متأملين سنة 2018 تكون أحسن من 17، وكعلى مستوى الحزبة وعلى مستوى الاقتصادي بالمملكة. يعني هيك القوات شبابة ما بيتعبوا، لا بيرتاحوا ولا بيخلوا التعب يرتاح، قضيتهم حياتية هم مثل هم الأساسيات. هيك القوات إيد وحدة جوا وبرا، هدفها تبني هالدولة ويضل هالبلد عاصع الكل. مثل ما بتعرفوا نحن بالخليج منا بعاد عن اللي عم بيصير بلبنان، على العكس، بل نحن أكثر المعنيين باللي عم بيصير لبنان، وأي خلل بالعلاقة مع دول الخليجية بتأثر على كل المقيمين اللي عندهم مصالح، كل مصالح كل اللبنانيين الموجودين هونيك بالخليج. مشان هيك نحن منه موضوع فينا نتساهل فيه أو نمرقه بسهولة. واجباتنا قوات لبنانية إنه نردع أي خلل بيصير بالعلاقات مع دول خليجية، ونعمل كل ما فينا وكل ما في قوتنا حتى نقدر نصلح هالعلاقة ونخليها مستمرة لمصلحة اللبنانيين الموجودين بالخليج. من دبي، أبو ظبي، الرياض، جدة، الدمام، البحرين، أربيل، إجوا هالشباب، إجوا يقولوا بصوت واحد للإصلاح الصحيح ننتخب قوات. كيف لا؟ والقوات مدرسة، تلاميذ نضاف شفافين ما حدا بيقدر يعزلها، وهي روح بتنبض بلبنان وبالخليج وبالعالم كله.